سيادة المحافظ، طبعا الموجة 18 لإزالة التعديات والبناء المخالف بتسير الحياة بشكل عظيم جدا والأرقام فيها كبيرة جدا. هل ممكن مثلا سيادة المحافظ إن لو عمرو خليل والله تعدى على حتة أرض دولة أو أوقاف أو يعني أي حاجة أو أرض زراعية حتى، فكرة هل ممكن يطرح إن تصادر هذه الأراضي يعني لصالح هيئة الأبنية التعليمية؟ لأن في مشكلة في تخصيص قطع أراضي لبناء مدارس، ممكن الدولة عايز تبني أو هيئة الأبنية التعليمية عايز تبني مدارس، ولكن مفيش قطع أراضي في الكردون تنفع، مفيش المساحة اللي تنفع، فهل ده وارد مثلا؟ طبعا دي من ضمن الأولويات حضرتك. طبعا احنا عايزين نقول الأول إن الموجة 18 بدأت من الشهر الماضي، من منتصف الشهر الماضي، واحنا تجاوزنا كل الحالات اللي احنا شلناها وازلناها قبل حتى توجيهات السيد الرئيس فيما يخص النيل وطرح النهر وان احنا نحافظ على النيل ونحافظ على المصارف و الا ان احنا عدينا اكثر من 182 الف متر مربع تم الانتهاء تماما من الازالات لعدد 374 حالة في خلال الفترة اللي فاتت. وطبعا بالنسبة بقى لكل ما يتم حط ايدينا عليه من الأراضي بيتم الدراسة للاحتياجات الأساسية، منها المدارس، منها أي مستشفى، أي مجمع خدمات الناس محتاجاه بالضبط، بالإضافة طبعا للاستثمارات اللي بتتم في المحافظة. ممكن احنا بس طبعا عايز أقول لحضرتك إن احنا بنزيل حتى سطح الارض. وعايز برضو اؤكد على حاجه ثانيه مهمه، فضل. ان الموضوعات اللي بتتم حاليا في المحافظات كلها واحنا منها، ان احنا بقينا حاليا دلوقتي بقينا بنعرف اماكن الازالات في المهد، وده مهم جدا. يعني كنا الاول اماكن التعديات في المهد وهي لسه بتتحط الطوبه، يعني بالضبط كده. ان احنا في عندنا طبعا تحديث وبرامج مهمه موجوده على مستوى الدوله، بنبقى عارفين الاماكن ديت فين، بالتنسيق مع الامن ومديريه الامن تنزيل هذه التعديات فورا. تمام. ما بتاخدش يمكن يعني احنا في بعض التعديات بتكون بقى لها يوم او اثنين او ثلاثه، في بعض التعديات بتكون اسبوعين. تمام. يعني ما بيلحقوش ان هم يطلعوا ويرموا خلاص، ويبقى يعني امر واقع يعني. ويبقى امر واقع ونبقى تتحط في موقف ان في اسره موجوده ومقيمه وقاعده ومستقره. مظبوط. اما بقى اللي بيبقى فيها نوعيه المشكله دي ان تبقى بيوت مستقره، هنا لازم يبقى في دور لينا ان احنا نبدا نشوف ونبحث الموقف ونشوف البدائل ليهم ايه. ففي اجراءات للدوله، لان احنا طبعا بنتعمد ان احنا يبقى في استقرار اسري موجود طبعا، ولكن لازم ناخد حق الدولة، ولازم كل واحد يقنن وضعه مظبوط، ولازم نتعامل مع الدولة ان هي ليها قوانين نمشي عليها كلنا ومحدش يتجاوز هذا الموضوع. اكيد يا فندم، انا شاكر جدا وجود حضرتك معنا سيادة اللواء اشرف عطية محافظ اسوان. شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنة واهالي محافظة اسوان بخير وسالمين دايما يا رب.